صباح الخير يا حلوين، أهلا وسهلا فيكم بيوم جديد وبدرس جديد. أنا اشتقت لكم كتير كتير يا حبايبي الحلوين. معكم مزداني الجزرة. اليوم جيت لحتى أعطيكم حرف حلو كتير كتير، ضيف حلو كتير كتير. ولكن قبل ما نبدأ بهذا الحرف بدي أسألكم، ما اليوم؟ بارح كان يوم الأحد، ما اليوم؟ الاثنين، أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب خلينا نراجع مع بعض أيام الأسبوع، يلا مع بعض. السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. أحسنتم. كم عدد أيام الأسبوع؟ 7. أحسنتم، بارك الله فيكم. اليوم يا حلوين بدها تجينا طيارة حلوة كتير كتير، معاها حرف حلو كتير كتير، بس أنا لسه ما بعرفه للحرف. هذا الضيف اللي جاي معاها هلأ أنا وياكم بدنا نتعرف عليه. هلأ خلينا نشوف الطيارة وهي جاي من بعيد، شايفينها؟ يلا طيارة طيارة طيارة، وصلت 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 وصلت. تنزل شوي شوي شوي. أحسنتم. طيب شو رأيكم نفتح سوا الطيارة ونشوف شو الضيف اللي معاها؟ يلا خلينا نفتحها سوا وندخل لجواتها ونشوف شو الحرف اللي مع الطيارة. يلا خلينا نفتحها سوا. يا سلام، هذه الطائرة جايبت لنا ضيف اسمه حرف الطاء وصوته إط. اسمه حرف الطاء وصوته إط. إذن الطيارة شو جابت لنا ضيف اسمه؟ أحسنتم، حرف الطاء وصوته إط. إط 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 طائرة إط طائرة إط طائرة. أحسنتم، إذن ما اسم ضيفنا؟ أحسنتم، اسمه حرف الطاء وصوته إط. إط إط. أحسنتم، بارك الله فيكم. هيا يا حلوين خلينا نروح سوا ونحضر مع بعض قصة حرف الطاء. هيا بنا. حرف الطاء. اليوم سنتعرف على حرف الطاء، فلنستقبل ونرحب بحرف الطاء. طاء. سأروي لكم حكاية قصيرة فيها كلمات تبدأ بحرف الطاء. طاها، طاولة، طاووس، طائرة، طبق. شاهد طاها طائرة تحلق في السماء، فأعجبه منظرها في الجو وطال نظره إليها. قرر طه أن يقلد ذلك، فوضع طبقا من الورق على طاولته الصغيرة ورسم طائرة ولونها كأنها ريش طاووس جميل، ثم ثنى الطبق على شكل طائرة وربطها بخيط قوي وطيرها في الهواء، وأخذ ينظر إليها وهو فرح مسرور. طه، طاولة، طاووس، طائرة، طبق. إلى اللقاء مع حرف آخر من حروف الهجاء.